سامعك بقول لك رضات تقول يعني ايه رضات؟ ايه حكايه الرضات دي؟ انت بتحس ان يعني احنا زمان بقى كنا الفيلم ينزل كل يوم نستنى الايراد ده طبعا. قلبنا بيرجف كده بالليل الساعه 3 الصبح نكلم حد عند الاستاذ محمد حسن رمزي اللي هو كان بيوزع افلامنا محسن مسيه بالخير محسن الايرادات، هل ده لسه موجود لغايه دلوقتي يعني الايراد؟ لا انا بالنسبه لي انا مش في المنطقه دي. انا داخل فيلم جماعي يعني احد اسباب حتى يعني لا وماله حتى لو فيلم جماعي يعني دايما مش مهموم بيها، ممكن ابقى مهموم بيها لما يبقى فيلم احمد وفيق بالمعنى التجاري. احمد وفيق عامل فيلمه ساعتها ممكن ابتدي ابص، لانه هيبقى موضوع انت في وش المدفع. انا بقى انا محمي في زمايلي يعني انت فاهم، يقول لك انت بتطلع، اقول لهم لا ده باسم لا ده احمد. طب عبد العزيز انت سوري يا ابو حميد، عبد العزيز هو الفيلم ممكن جدا ما عملش ايرادات ويبقى فيلم جيد جدا يعني اقصد اقول لك ان الايراد بس مش هو الفيصل بتاع ان انت بتعمل فيلم، بدليل ان في افلام كتيره زي بين السماء والارض مثلا من كلاسيكيات السينما دلوقتي وما عملش ايرادات، واخد بالك؟ هل وانت بتعمل فيلم كمخرج انا شايف رقص وشايف غنى وشايف يعني حاجات زي ما بنسميها المشهيات الجماهيريه، انت شايف ان التوظيف اللي انت عملته للاغاني الحاجات دي جوه الدراما ولا يعني والله يا دكتور مش قاصد استنبط افلام بتنجح، لا انا قاصد توظيف حتى يعني حضرتك هتشوف الفيلم ان شاء الله ان شاء الله مش هتلاقي عندي رقاصه عريانه، مش هتلاقي عندي جمله مسفه، مش هتلاقي عندي اغنيه بره السياق الدرامي خالص. ما بيبقاش يعني بعمل التركيبه اللي هي اتعرفت ان هي بتجيب فلوس أوكي. لا والله لكن عامله جوه السياق يعني. مجرد توظيف للحاجات دي جوه مع تحفظي انا على الحاجات اللي بقعد اقول مش عاجباني في حاجات تانية، فبحاول ما اعملهاش عندي يعني بقدر الامكان، ما ببصش للايراد يعني انا ببص يعني طبعاً اكيد عايز بنبص للايراد عارف، بس مش هتعمل ده بحيث انك تبقى في اسفاف عشان تجيب ايراد يعني. لا خالص. طب احنا معانا الراجل اللي الهرم عندهم في الجيزه وعلى فكره احنا عندنا هرم في المنصوره يا باسم، ومش بس مخبينا انا واحمد وفيق على فكره باسم في المنصوره دلوقتي اكيد. يا استاذ باسم كل سنه وانت طيب يا دكتور مرحب. يا حبيبي كل سنه وانت طيب ودايما متالق ومنور في رمضان وفي غير رمضان، ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا استاذ احمد وفيق يا جميل يا قمر حبيبي يا نجم مصر عبد العزيز حشاب حبيبي يا باسم منورين الشاشه. الله يخليك يا باسم يا حبيبي. اولا انت انا اولا بحبك جدا كممثل، يعني انا شايف ان انت حد يعني مصري حتى النخاع، وتنفع تعمل جميع الادوار اللي خلقها ربنا. ربنا يخليك يا ريس، ده شهاده بعتز بيها والله. الله يخليك يا باسم. قول لي ايه مبسوط من رد فعل الناس على الفيلم بتاع وش سجون؟ مبسوط جدا. انا رحت عملت جوله مع المنتج طارق عبد العزيز والممثلين، كان احمد بس مسافر المغرب ولسه جاي. ردود الفعل بتاع الناس اتبسطتني جدا، يعني رحنا سينمات في مولات ورحنا سينمات شعبيه في مصر الجديده وفي وسط البلد، الناس مبسوطه جدا من الفيلم ومحقق نجاح حلو وفيلم جديد وعبد العزيز عامله حلو والكاست التمثيلي على اعلى ما يكون، يعني حقيقه كان في منافسه في التمثيل رائعه ما بيننا وما بين احمد وفيق وعدني واستاذ احمد راتب وديان مرجاني ودينا فؤاد ومي الدين، يعني كان في مجموعه كبيره في مجموعه حلوه قوي في الفيلم على فكره. انا وكله بيمثل باخلاص وبحب، لان الموضوع مكتوب برضو حلو. مصطفى السبكي يمكن مش معاكم بس هو كاتب موضوع حلو وجديد واول مره بيبان في السينما السجن اللي مش حلو، ابو سراير وبتاع مفيش سراير في السجون. لا انا عارف اللي انت بتقوله ده على الارض وبطاطين واللي يلحق مكان بس. فمعمول بحرفيه شديده جدا وفي ثلاث حواديت بنحكيهم من خلال ثلاث شباب، كل واحد دخل بطريقه او باخرى السجن في مشاكل كتير. الموضوع عاجب الناس قوي وانا مبسوط ان انا عملت الفيلم ده ومبسوط ساعات مع عبد العزيز واحمد طبعا واحمد عزمي وكل المجموعه العظيمه اللي كانت معايا. اولا مبروك يا باسم كل سنه وانت طيب، وانا عايزك تنور هنا ضيف عشان انت ليك رحله كده من الافلام ذات الصبغه المهرجانيه جدا الى ذات الصبغه الجماهيريه جدا، فدي رحله جديره بان احنا نقعد نتكلم فيها.
انا مسافر اصلي دبي بكره عشان لا بالسلامه بالسلامه يا باسم لما تيجي على خير اكون معاك يا ريس. هتشرفنا يا باسم لان انت فنان جميل ومصري اصيل. انا احب اتحاور معاك. انا اللي اختار الشرف وكل سنه وانتم طيبين ويلا شد حيلك يا ابو حميد. حبيبي كل سنه وانت طيب وتروح ترجع بالسلامه يا باسم. ترجع بالسلامه. اوكي مع السلامه. على فكره باسم منصوره برضه. والله اصل منصوره بالاس. ما بالاس منصورة. انا بقول لك طبعا منصورة جدا كمان. جدا. بالاس جدا كمان. قول لي يا ابو حميد وانت مع باسم السمرة يعني انتوا الاثنين بدأتوا بافلام يوسف شاهين وهو بدأ في المدينة مع يسر نصر الله. وبعدين مصر العالمية مصر العالمية وبعدين بتتحولوا سنة بسنة الافلام جماهيرية تماما. انا مش ضد ده ولا مع ده ضد ده ولا اي حاجة. لكن ايه شعور المتعة بتاعتك لما بتلاقي الجمهور مالي الصالة حتى لو انت مش عامل يوسف شاهين اكتر ولا لما مش مهم الجمهور يبقى موجود بس انت حاسس انك عامل فيلم هيروح اوسكار انه هو اللي بيبسطك اكتر؟ اكيد ما تقولش الاثنين. لا اكيد الجمهور اكتر. وجود جمهور خصوصا انا ممثل مسرح انا بادئ على المسرح فعارف يعني ايه نفس الجمهور ورد فعله بالنسبه لي انا اللي بيخلي الممثل يبقى مدمن تمثيل السكس اللي بيسمعه بالظبط سواء في المسرح زي لعيب الكوره كده اللي يلعب من غير جمهور لو سمعته خلاص ده فيروس مسك فيك. فاعتقد ان الجمهور ورد فعله ده اهم. وفي تشابه بين يعني انا وباسم اصلا بنستمتع بالشغل مع بعض يعني في حاله خاصه جدا في الشغل. اشتغلتوا مع بعض قبل كده؟ لا بس طول عمرنا عايزين نشتغل. اشتغلنا بعض مسلسل زمان بس احنا اصدقاء جدا ودايما يقول لي يا بلدي واقول له يا بلدي عارف انت الجو ده طبعا يعني احنا اتنين مهتمين ببعض يعني عاجبين بعض فحتى كان احد اسباب يعني ان انا ابقى متشجع من في وجود باسم حتى عبد العزيز مش عبد العزيز يعني لا عبد العزيز لا عندي ثقه احنا زمان عايزين نشتغل مع بعض. بتكلم انا كممثل انا بحب استمتع على فكره طبعا وببقى سعيد بتاعتش مش هتمتع اصلا ما بروحش اشتغل اصلا حسيت ان مفيش متعه مش رايح اوكي بس من الممثلين اللي عندهم طاقه طبعا عاليه جدا واحمد عزم اجرام مجرم تمثيل فالاثنين دول يعني حسوك ان انت هتعمل حاجه طبعا انك تخش وسطهم الهارموني ده وفي بيننا وبين بعض يعني المحبه روح كيمياء جدا فده كان ظاهر على الفيلم. حتى عبد العزيز قول لي حكاية ان الموزع هو يبقى صاحب دور العرض وهو يبقى المنتج ده عمل ايه في السينما من وجهة نظرك؟ والله بص يعني من وجهة نظري يعني اذا كنت انا بمتلك كل ادوات اللعبة فاكيد يعني غصب عني هاجي على الناس على افلام الناس التانية مش كده؟ وعايز اقول لك برضو يعني ما هو يعني انا مش هقدر اقول له لا انت غلط. لا 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 بالعكس انا بقول السيستم نفسه غلط مش هو هو اللي غلط. لا السيستم نفسه ان انت تبقى صاحب دور العرض وصاحب الفيلم وصاحب التوزيع. انت بتظلم الناس اللي ما عندهاش دور عرض عنده فيلم بس. بالظبط مش كده؟ بالظبط انت شفت افلام العيد ولا شفت فيلمك بس؟ لا للاسف ما شفتش بس طبعا انا المفروض بعد العيد مباشره بخش اشوف كل الافلام. يعني ما فيش فيلم بينزل ما بشوفوش بخش اشوف علي. كل الافلام طبعا اكيد سامع يعني افلام العيد انت سمع. فيلمك اولا في الايرادات يعني الـ 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 الاقرب للواقعيه نمره كام في الايرادات؟ اللي انا سامعه ان هو تالت فيلم اول واحد الجزيره وبعدين محمد واحد صعيدي وسامع يعني سامع الحقيقي ان انا اللي بعد ده على طول اوكي ومش مهتم ولا ليه دعوه. لا مش ما سيبك انا فاهم بس يعني طالما ان انا قابلت اخش في لعبه جماهيريه وفي العيد انا اكيد لازم ابقى مهتم يعني على الاقل لما بتهتم بتقول لما اجي اعمل الفيلم اللي جاي اعمله ازاي عشان كده. وانت ليه بتتفرج على افلام الباقي عشان تعرف ايه عندهم مش عندك او ايه عندك مش بالزبط. عندهم بالظبط بالظبط ولكن يعني انا متاكد طبعا ان الجزيره فيلم كويس قوي طبعا واحد صعيدي فيلم كويس رغم ان هو فيلم من 2010 اساسا هو محمد رمضان محمد علشان محبوب جدا كبيره انا بحب عمرو سعد بصفه شخصيه بحب عمرو كممثل اكيد فيلمه هيبقى كويس محمود عبد المغني ممثل كلهم ممثلين كويسين يعني كل المجموعه اللي فاضله وفي اكتشاف جديد مثلا في رامي غيث مثلا بيقدم نفسه كممثل الحاجات دي مكاسب على فكره طبعا يا جماعه احنا اصلا عشان يبقى في 9 افلام في العيد ده بحد ذاته حاجه نقول شافوه انا سعيد بده طبعا تعال نشوف راي الناس في العيد اللي دخلت الافلام هتقول ايه على افلام العيد.
شباب العيد ده حلوه جدا. دخلت الجزيره 2. دخلت الجزيره 2 بتاع احمد السقا. هو فيلم الجزيره ده يعتبر من انضف الافلام اللي هي المحترمه اللي الواحد يقدر يخش باسرته بيها يعني. دخلت الجزيره 2 بجد اول مره اشوف في مصر فيلم حاسس ان انا مش بتفرج على فيلم عربي، حاسس ان انا بتفرج على فيلم انجلش. الجزيره 2 ده ناس كتير بتشكر فيه، بتقول ان هو فيلم ناجح جدا يعني. الجزيره رجعناها رجلها. هو يعني اللي ممكن يكون ناجح مع فيلم الجزيره عمر وشلوى. انا زهقت من المباريات السهله الشيك دي، نفسي كده في حاجه حرشه كده، حاجه تيجي بصعوبه. انا الشمال، حاجه تعذبني. انا مش شمال. اكتر الافلام ناجحه اللي هو الجزيره مثلا، وفي عندك واحد صعيدي يعني بالتالي ايرادات جامده العيد ده. واحد صعيدي شكلك جديد وكوميدي. فيلم واحد صعيدي طبعا نجم محمد رمضان معودنا على كل حاجه جميله منه يعني. كل اللي غير الجزيره افلام تحس ان الاغنيه معموله فيلم معمول اغنيه بس، مفيش غير اغنيه. هو ده الجديد يا بلد التقليد. اضرب بطريقه عجيبه، اضرب بروح في الصيبه، اضرب عمه وجلابيه، مصدر ارتباك يا وليه، مصدر ارتباك يا وليه. فيلم حديد لعمرو سعد حلو قوي، ستايل جديد قوي، اول ما يعني حاجه جديده من نوعها يعني. بكر يا بكر اسمع اخر خبر. فيلم وشز جون، وش السجون ده برضو يعني كان بيصور صوره كده من الشارع المصري ان هو او من السجون المصريه دي اللي هي البلطجه وكده، فده ما كانش عاجبني صراحه يعني. واللي حب الحكايه معايا وريني البدايه. مفيش كبير فهم السجن ده ليه؟ دخلت فيه الازرق ودخلت حرب عالميه الثالثه، هما الفيلمين حلوين يعني. سمعت عن الجزيره 2 بيقولوا يعني بيقولوا حلو، بس واضح ان في كذا فيلم من اللي هما ايه الافلام الهابطه اللي احنا عارفينها بتوع البلد بقى، فاحنا داخلين الجزيره. احنا صعيد لو صخر الجبل اتبدل احنا ما بنتبدلش. منصور ما تخافش. ماشي، انت كنت هتصطادني وانا بقول حاجه دلوقتي وبزعق، كويس ان انت قلت لي ستاند باي. اصل الناس تقعد تقول افلام هابطه افلام هابطه، وهم يخشوا يجيبوا 15 مليون جنيه الافلام الهابطه. يعني هم اللي بيخلوا الناس تستمر تعمل الافلام الهابطه. بتشجعوا مش كده يعني. انت شفتك يعني ايه رايك في راي الناس في الافلام؟ واضح ان معظم الناس ما دخلتش افلام لسه يعني. اللي انا شفته طبعا هو لا جدال على ان الجزيره طبعا. طبعا النجوم اللي فيه اسم مصطفى عرفه يعني الجزء الاول، احمد السقا الجزء الاولاني، وجود خالد صالح في الفيلم. وجود خالد صالح في الفيلم طبعا، وهند صبري وخالد الصاوي. يعني هو الفيلم فيه كل تكلفته يعني، في كل انا راجل في الانتفاهم يعني انت اقوى انتاج طبعا. فهو فيلم طبعًا متوقع انه يعمل الحاجات دي يعني. لكن طبعًا واضح ان معظم الناس تقريبا ما شافتش ما لحقتش تشوف افلام يعني. واضح. مش كده؟ واضح. كله بيقول وناس كتيره بتقول لك شكله فيلم حلو، في شكله كذا. شكله ما حدش لسه شاف حاجه. انت شفت سجن النساء المسلسل السنه دي؟ اكيد. طب في يعني التلامس بين القصص الانسانيه اللي جوه السجن وقصص الانسانيه اللي جوه السجن هنا، ولا مفيش اي تلامس من اي نوع؟ لا خالص، الموضوع مختلف خالص. خالص. مفيش. لا مفيش ده. ويعني ده سجن الناس ولا سجن الرجاله؟ لا 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 ده بعيدا عن السجن بس ما بتفكرش. لا بعيدا عن ده. هو احنا كنا بس يعني احنا بنعرض ثلاث شرايح من شرايح المجتمع جوه مكان، ومدى تأثير هذا المكان على الثلاث أشخاص دول. مش مدى تأثيرهم في الموجودين، لا مدى تأثير هذا المكان على الشخصيات اللي داخل. بالظبط. يا ترى الناس دول هيطلعوا بحكم ان السجن اصلاح وتهذيب ومش عارف ايه ولا أسوأ؟ بالظبط هو ده الموضوع. هو ده الموضوع. اللي هو الفيلم كله في السجن؟ لا طبعا مش كله، لا. بس نسبة مثلا يعني 60% جوه السجن. جوه زنزانه بتفاصيل زنزانه. قعدنا تقريبا فيها كتير قوي، زرنا سجون كتير قوي، قعدنا مع مع مساجين كتير جدا عشان يبقى عندنا تفاصيل مهمه جوه. هو ده الموضوع عندي. وده ديكور اللي انت شفتيه يا احمد ولا ده؟ اللي احنا عملناه ده ديكور. ده ديكور. بنيته ديكور وعملته. انت بتقول في السجن مفيش سراير وحاجات من دي، انت رحت لا انا عرفت برضه من حد من اللي دخل. حد يكاد يكون مشابه للمستوى اللي انا فيه. اوكي. فبتكلم حتى لو كتير اصلا مش يعني. حتى قلت لهم يا جماعه هو السجن يبقى كده، ما انا بشوف في المسلسلات ايه. طب انت ليه ما رحت زرت السجن؟
لا انا خدت بقى فكره من الناس يعني اقصد يعني ليه من كتر من ضمن الحاجات يعني رحت قبل كده سجون يعني رحت قبل كده بتمثل وانت ببقى عايز اروح اشوف عملت كذا مره ظابط فكنت عايز اروح اشوف مسرح ازاي وعلاقته بالظابط قبل حاجات قبل كده يعني فعندي فكره من ده لكن السجون برضو انواع انا عارف النوعيه دي كانت بالنسبه لي يعني حتى كنت بقول على طلع عبد العزيز احنا كده ايه صح ولا ايه يعني دايما اقول لا ما احنا تمام كده لا ما السجون انواع زي الطبقات زي البني ادمين بس النوع ده من السجون انا ما شفت محدش قدمه في السينما انا ما شفتوش عشان كده كان شكله يعتبر صادم يعني اللي هو ايه الناس يعني دايما شايف ان الناس بتحاول تجمل شكل السجن عشان الناس ما تتصدمش من شكله عشان تخش مزاجها حلو احنا كنا قاصدين يا دكتور كنا قاصدين ان احنا نبين اللي بيحصل في السجن ده علشان بس بنعمل تبقى صادم للناس الناس تشوف الحقيقه يعني بالظبط ونبقى بنعمل بس استرس للمسؤول ان هو احنا عايزين كل القطاع بس يؤدي دوره السجن اصلاح وتاهيل يبقى اصلاح وتاهيل انا موافقك تماما فكان يعني دي برضو مسج كنا عايزين انا عايز اقول لكم ان انا كنت في فنلندا ورحت شفت السجون هناك خمس نجوم مش بهزر لا معاملة تسع نجوم اوض بتطلع تخرج مثلا كذا مكتبة الكتب اللي انت عايزها يعني مثلا ما فيهاش كتب عربي فكان واحد مصري مسجون هناك طلب كتب للعقد وتعصيب بعته جابوها له انت بتتكلم في مستوى من يعني انا لو رحت صورت الفيلم هناك الناس دول كانت كلنا نسجل زي الناس دول الفيلم هيفضل ان شاء الله مكمل لغايه الصيف وكده ولا والله دي بقى الجمهور اللي يحدد فيها بقى بس انا شايف انه هو فيلم يعني ايه يعني مش بتاع عيد بس هو مش بتاع عيد بس يعني مثلا انا لما جيت اعمله انا عامله اظن مش بتاع عيد المنتج بقى والتوزيع لقوا فيه الحاجات اللي ممكن تنفع ان يبقى في العيد يعني أوكي. في المشاهيات لكن هو مش مقصود بان يبقى في مشاهيات اوكي بالمناسبه يا دكتور احنا والله ما كناش نعرف ان الفيلم عيد احنا مخلصين الفيلم بقالنا 3 شهور اوكي احنا جه الاستاذ محمد حسن رمزي يتفرج على الفيلم واعجب بيه جدا وقال الفيلم ده لو نزل في التوقيت ده هيبقى كويس يعني توزيع الاستاذ محمد حسن رمزي توزيع الاستاذ كلامه مركب مسجله يعني انا هناخد فاصل يا جماعه وهنستقبل معانا فيلم حديد والمواطن بورس فاصل ونرجع لكم بعد كده ان شاء الله.